أسعد الله أوقاتكم إخواني أخواتي، وأهلا وسهلا بكم. اليوم كيف ما وعدتكم يوم أمس، غادي نتلاقاو مع الدورية اللي نشرتها وزارة الداخلية بمساعدة وزارة العمل فيما يتعلق بمجموعة من التوضيحات لمجموعة من التساؤلات والمشاكل اللي تلقات سواء رب العمل أو العامل المهاجر فيما يخص تسوية الأوضاع. ولكن قبل ما ندوزوا الأربع نقاط اللي حاولت نلخص بها هذه الدورية، بغيت نوقف على جوج ديال الأخبار. الخبر الأول هو خبر ليس جميلا ويتعلق بوباء كورونا. هذه يومين وباء كورونا، وخاصة حالات الإصابات الجديدة بإيطاليا ترتفع. اليوم حالة الإصابات الجديدة وصلت إلى 552 حالة جديدة، وهو خبر جد مهم وخبر شيئا ما مقلق. أمس كانت 402 واليوم 552، 170 حالة جديدة تخص فقط جهة لابوليا. لابوليا لأنها جهة سياحية، ولأنها الآن يعني مقصد للسواح سواء الأوروبيين سواء الإيطاليين. وزير الصحة روبرتو سبيرانسا خرج اليوم في نشر اليوم على صفحته بالفيسبوك تحذيرا بالنسبة للشباب، لأنه تحذرهم تيقول لهم أنتم غادي تكونوا السبب في نشر هذه العدوى من جديد بين آبائكم وأجدادكم، وحاولوا على رأسكم لأن ربما تقدروا تكونوا سبب في موت واحد عزيز عليكم. إذن هذه الحالة الوبائية بإيطاليا اللي كانت مستقرة وكنا مطمئنين الآن هي في ارتفاع، مثلها مثل ألمانيا مثل فرنسا ومثل إسبانيا. الخبر الجيد والخبر السار هو يتعلق بالتلقيح. اليوم وخاصة ساعة هذه فقط ساعة، نيكولا زنغاريتي اللي هو ليدر ديال الحزب الديمقراطي وكذلك رئيس نتاع جهة لاتسيو، يعني اللي لابروفينشا كابو هي روما، أعلن في الصفحة ديالو نشر إيكو أريفاتو ألو سبالانساني. سبالانساني هو المستشفى لي بريمي دوزي ديال فاتشينو كومبليتامينتي ميد إن إيطالي. إذن تيقول بأنه وأخيرا وصلت لبريمي دوزي يعني ديال الفاتشينو وهو كله إيطالي، وهذا خبر رائع. برونتو أورا على فازي دي سبريمينتازيوني سول وومو، ابتداء من يوم 24 شهر 8 يعني أوت، 90 نتاع المتطوعين غادي ياخذوا هذا الفاتشينو، وهاد المتطوعين خاص يكونوا معمرهم تعرضوا للكورونا فيروس، ما يكونوش يعني مرضوا صحاحوا، معمرهم تعرضوا للكورونا فيروس، ناس صحاح غادي يعطوهم الفاتشينو وغادي يعملوهم يلاقيوهم بالمرض يعني بالفيروس ويشوفوا واش غادي ياخذوه ولا ما غاديش ياخذوه. 90 ديال المتطوعين. هاد الابحاث هاد اللي غيتشاركت كلفات الجهه ديال لاتسيو 5 ديال المليون اورو، ولكن النتيجه هي مشرفه. وكيف ما كتعرفوا كاين واحد السبق دولي، شكون اللي غادي يخرج الفاتشينو هو الاول ويسجله بالاسم ديالو هو الاول. هاد الصباح عنات روسيا على اول فاتشينو ديال روسيا كونتر كورونا فيروس، وتا هي تقريبا في نفس المرحله، ولو ان ايطاليا يعني لكانت هي عاد غادي تبدا التجربه على الاشخاص في شهر ديال 9، فايطاليا ابتداء من 24 في شهر اوت. اذا الان غادي نرجعوا للدوريه ديالنا وشنو هي هاد النقطه الرابعه، لان هي حقيقه دوريه شويه طويله، و24 في شهر 7 مني خرجت، ولكن شوية صعيبة وكان خاصها شوية ديال الوقت للدراسة، لأن باش الإنسان يخطأ في مسائل مصيرية كبحال هكا يعني كيكون خطأ فادح. لهذا جمعتها في 4 ديال النقط، وكنت منا أنها تجي واضحة، وكنت منا أنها توضح لكم بزاف ديال الأشياء. إذن النقطة الأولى وتتعلق برب العمل.
رب العمل بعض الأحيان وغالبا تيكون محتاج لذاك العامل اللي هو كيسوي له الوضعية، خاصة في الفلاحة خاصو يعني يجمع له داك الشيء اللي زرع، ولا خاصو يعاونه، ولا كذلك إلا كان مثلا بدان تسير كيكون يعني محتاج كل اللي غادي يكون به. ونظرا لان وزاره الداخليه عارفين في يعني التوقيت نتاع الكويستوره وديال لي بريفكتوره، وعارفه بان هذا الشيء غادي يطول والعدد كيف ما شفتو كبير، ولو انه ماشي ما كيوصلش للانتظارات اكثر من 160 ألف، وهذا الشيء غادي يطول. اذا رب العمل خاص هذا السيد يخدم معاه. هاد الدورية كتقول بان رب العمل يمكن له يخدم مباشره العامل ديالو على شرط انه في خلال 24 ساعه باش بدا كيخدم عنده يبلغ صندوق الضمان الاجتماعي اللبس، يبلغ بانه راه خدام عنده. ولو انه ما يكونش عنده الكوديتشي فيسكالي، فاللبس غادي يدير لا جينيراسيون نتاع اون كوديتشي فيسكالي بروفيزوري يعني مؤقت، الى حين ان جميع المسائل يعني تمشي وياخذ البيرميسو دي سوجورنو ديالو وياخذ الكوديتشي فيسكالي. لان كيف ما كتعرفوا هاد السناتور حنا كنا كنتسناو ما بين اكتوبر وما بين نوفمبر تكون يعني المكاتب محلوله والناس دخلت من العطله ان فيتشي يعني عاقلين على المينيستر بيلا نوفا والبكا ديالها وبغى طيح الحكومه من هنا لهنا، فتلقوها في 15 في شهر 6 والناس عطله، وكذلك الناس جايه من حجر صحي ومازال لافورو عاجل يعني معظم الموظفين مازال كيخدموا من البيوت ديالو. اذا هاد النقطه كتبين بان المسائل غادي تطول شويه. النقطه الثانيه وهي هاجس بالنسبه للناس اللي كيسولوا الوضعيه ديالهم، خاصه اللي بعد عند بعض الاحيان السيد او السيده اللي كيقابلوا تتقابلوا السيده تيتوفى، لان كيكون عنده 90 95 شي حاجه بحال هكا كيتوفى، وهي دافعه الطلب في السناتوريا وكتبقى ما عارفاش شنو غادي يكون المصير ديالها. بالنسبه للناس مثلا اللي في الفلاحه تيدير فاييت داتوري دي لابور، كيدير فاييت او تيبيع لاكتيفيتي كلها، ميمكنلوش يطردو لان في الديكريتو اللي خرج دابا حتى 15 اكتوبر حتى شي داتوري دي لابور ما عنده الحق باش يطرد شي لابوراتوري كيف ما بغى يكون نوعه. اذا الى دار فاييت الى باع ديك لاكتيفيتي لا مات داتوري دي لابور شنو يمكن يدير؟ الا كان شي واحد شرا ديك لاكتيفيتي وبغى يعني يستافد من داك اللابوراتوري، طبيعه الحال كيصيفط كومونيكاسيون لا بريفكتور لا سبورتيل هونيك، وكيقول بان هذاك السيد باع وانا شريت وانا كنسوب ينطري بحال داتوري دي لابور لهذا السيد هذا. اوكي، في حاله ما اذا السيد دافايت ما شرا منه حتى شي حاجه مشى كلشي تسيزي ديك لاكتيفيتي تسالات، شنو غادي السيد مثلا الاخر مات ما عنده لا حباب، ولو لان حبابو يمكن لهم يخدموا ديك السيده او داك السيد كومي دوميستيكو او دابا دانت شي حاجه لشي واحد اخر، يمكن لهم يصيفطوا اون كومونيكاسيوني وياخذوا داك الداتوري داك اللابوراتوري ايميغراتو يخدموه هما. حالة ما اذا السيد مات ما بقات لا بنسيوني لا اكومبانيامينتو ما كاين حتى شي حاجه، شنو المصير ديال هاد الناس؟ المصير ديال هاد الناس انهم يعملوا كومونيكاسيوني، لان طانتو العائله ديال داك السيد اللي مات او داك اللي دا فايت او اللي باع غادي خصو يدير كومونيكاسيوني لا بريفكتورا. ديك الساعات لا بريفكتورا كتمشي في لا براتيكا، وفرض ما كاين تدير لا بير لافورسو يعني تعطي البيرميسو دي سوجور نو بير لافورسو بورديناتو، كتعطي واحد البيرميسو دي سوجور نو بير اون نو فقط العام بير اتيزا اوكوباسيون يعني في انتظار العمل الى حين ان الانسان يلقى عمل. اذا هذه بشره زوينه بالنسبه للناس اللي خايفه ان تضيع لها فلوسها وان دار ديك المحنه كامله والسيد مات او باع او شي حاجه كي بحال هذا، شنو غادي يوقع شنو المصير ديالو؟ فهاد ما كان غينتظر بيرميسو دي سوجورن بير لافورو سوبورديناتو ديال 2 أعوام بيرميسو دي سوجورن بير اتيزا اوكوباسيوني دي اون انو سولا. اذا كانت هذه النقطه الثانيه. فيما يخص النقطه الثالثه بالنسبه للناس اللي عندهم ازيلو بوليتيكو، دايرين طلب ديال ازيلو بوليتيكو تينتظر الجواب نتاع لا كوميسيون ديال اللجنه وما عارفينش واش اللجنه غتجاوب نعم او غتجاوب برفض.
فما قادينش انهم يتخلاو على الطلب ديال لازيلو بوليتيكو لان كيضمن لهم مجموعه نتاع الامتيازات، وما قادينش انهم ما يدفعوش في لاسناتوريا لانهم خايفين انهم ما يدفعوش وتكون الرفض ديال لا كوميسيون ويبقاو بدون اوراق. هاد الناس للدوريه كتقول بان من حقهم انهم ما يتخلاوش على داك الطلب ديال لازيلو بوليتيكو، وانهم فقط خاصهم يكونوا خدامين في هاد واحد من هاد القطاعات اللي كتطلب الدوله ولو بطريقه بارت تايم، ولكن يكونوا خدامين في بارت تايم في من يعني بلاصه واحده اخرى. اذا بلا ما يتخلاو، نهار اللي غادي ياخذوا البيرميس دي سيجورنو غادي يمشيو للبريفيتورا يعني باش غادي يسنيو ديك الساعات لا ديتو يعني الموظف اللي خدام في الكويستورا اسمها، نهار اللي غادي يمشيو للكويستورا باش يحطوا البصمات ديالهم ديك الساعات لوبيراتوري او الفونسيوناريو غادي يخيروا ما بين جوج ديال الاختيارات. إلا بغى يحتفظ بداك الطلب نتاع لازيلو بوليتيكو تيشوف واش لا كوميسيون غادي تقبله ولا ما غتقبلوش، ديك الساعات غادي يقول لهم انا ما بغيتش ندير لا رينونشا، غادي يعطيو اون بيرميس دي سيجورنو بير لافور سوبورديناتو كارتاتشو يعني ورقه ومكتوب عليه ار يعني ريكيدينتي ازيلو. في حالة ما إذا قال لا أنا يا ما عندي ما ندير داك لازيلو بوليتيكو كله كمينتيريس يعني اللي كيهمني هو يكون عندي البيرميس دي سيجورنو ومنها تنبقى نشوف والديا، لأن اللي عنده لازيلو بوليتيكو تيحيدو له الباسبور ميمكنلوش يشوف يعني يرجع للبلاد ديالو الأصلية لأنه هارب منه. إذا في ديك الحالة كيعطيو تي كنشليو يعني تي إليمينيو ديك لا دوماندا ديال أزيلو بوليتيكو و تيعطيوك واحد البيرميس دي سيجورنو اللي هو الكترونيكو بير دويان، يعني كتدخل في الخانه ديال الناس اللي عندهم البيرميس دي سيجورنو الكترونيكو بير دويان وما كيبقاش عندك علاقه بلازيلو بوليتيكو. اذا ما معنى هذا؟ الاختيار تيرجع للافوراتوري، تيرجع للعامل، تيرجع للمهاجر هو اللي غادي يعزل واش يتخلى على داك الطلب ديال اللجوء السياسي ولا ما يتخلاش عنده. اما العواقب فما عنده حتى شي عواقب، في الحالتين غادي يكون عنده بيرميس دي سيجورنو لسنتين. اذا النقطه الرابعه كتعلق بواحد لا كاتيجوريا نتاع الناس اللي عندهم البيرميس دي سيجورنو نون كونفرتيبل. شما معنى هذا؟ ان عنده البيرميس دي سيجورنو لواحد الموتيفو اللي ما يمكنلوش يحاوله. مثلا الناس اللي عندهم البيرميس دي سيجورنو بير اسيستنس مينوري، مثلا الناس اللي عندهم البيرميس بير كور ميديكال، الناس اللي عندهم البيرميس دي سيجورنو بير لافور ستاجونالي يعني العمل الموسمي، جاو الفلاحه كيف ما عاد كيخدم 3 شهور حتى لتسعود وخاصو يرجع لبلادو، الناس اللي عندهم البيرميس بير ريكيدينتي ازيلو يعني طالبين لازيلو. هاد الناس ما كانش يمكن لهم باش يبدلوا البيرميس من موتيفو لموتيفو، يمكن لهم يخدموا ولكن يمكن لهمش يبدلوا الموتيفو. شنو وقع؟ يمكن لهم يستافدوا من هاد السناتوريا، ومعظم منهم تيكونوا يعني خدامين من قبل وعندهم دي لي كونطرا ديال الخدمه، واحيانا كثيره هاد الكونطرا ديال الخدمه ما كاينينش في القطاعات اللي طالبه الدوله. اذا تيبقاو في مفترق الطرق واش يقدموا الاستقاله ديالهم من ديك الخدمه اللي هما يعني كتوكلهم كتشغلهم يعني خدامين فيها من هادي شحال ويبقاو بلاش، او انهم يسلموا فهاد لا سناتوريا وبقاو مقيدين ومجيفين بداك البيرميس اللي ما كيتحولش. كيمكن ليهم يبقاو في العمل ديالهم ما يقدموش الاستقاله ديالهم على شرط انهم ما يكونوش فول تايم يعني تيخدموا الوقت كامل يعني يرجعوا بار تايم، يتفاهم مع الداتوري دي لابورو فين خدام ويقول له انا عندي هذا المشكل. فعاد ما كان تيخدم من 36 ساعه حتى ل 34 حتى ل 40 ساعه خاصو يخدم باش يتسمى بار تايم، يخدم 30 ساعه او يخدم 25 ساعه او يخدم فقط 20 ساعه، الباقي خاص يخدم في القطاعات اللي طالبها الدوله واللي هي الفلاحه او لابورو دوميستيكو، ويكون عنده واحد طوطالي اللي معدي 459.83 اورو في الشهر، يعني نقولو 460 اورو في الشهر، ولكن الا خدم
بارتايم مثلا 20 هنا و 20 هنا انقضت على غادي يوصل للميلا ورا. المهم ان هاد الناس اللي ما بغاوش يتخلاو على العمل ديالهم لانهم تيخدموا يعني من سنين وعندهم في حقوق ديالهم وعندهم فيهم الاقدميه، كيمكن لهم فقط يغيروا الكونترادا من خليوها اتيمبو انديتيرميناتو، اذا كانت اتيمبو انديتيرميناتو، ولكن يغيروها من اتيمبو يعني من فول تايم للبارت تايم، يعني ما كان تيخدم كامل الوقت ديالو كامل الاسبوع ديالو كامل، يعمل واحد 30 ساعه لكانوا لازم منه يعمل 30 ساعه في الاسبوع، وسته ديال السوايع مثلا يعمل كولف ولا يعمل بادانتي ولا يعمل يلقط العنب ولا يدير اي حاجه. المهم انه يثبت للدوله وداك السيد اللي غادي يدفع له يكون يعني اما فلاح في الفلاحة ولا في الزراعة ولا شي حاجة كبحال هكا أو لابور دوميستيكو. إذا كانت هذه هي النقاط الأربعة، نتمنى أنها جاوبات على معظم التساؤلات ديالكم والمشاكل ديالكم. ابتداء من غدا إن شاء الله أنا غادي نكون عطلة، ولكن بهاد المرة بغيت باش نبقى يعني متواصلة معاكم، ففيما مشيت غادي نحاول نجاوب على هادوك التعاليق، يعني الفيديوهات غادي يكونوا قصار بالمعقول، ونحاول كل مره على شي سؤال اللي هو مهم ولا غيستافدوا منه يعني بزاف ديال الناس نحاول انني نجاوب عليه. اذا الا استفدتوا من الفيديو ولا كنتي تعجبكم قناه صباح المهاجر، كنطلب منكم دائما باش تسجلوا في القناه وتشجعونا بلايك، والى اللقاء ونتلاقاو قريبا ان شاء الله. مع السلامه.